عرب سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن اعتزازه وفخره بالشباب البحريني الذين استطاعوا أن يظهروا بل أن يظهروا الصورة الناصعة والحقيقية عن المجتمع البحريني وهويته العربية الراسخة وتعزيز الصورة الإيجابية والحضارية للبحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البلاد المفدى حفظه الله، والذين أصبحوا سفراء لوطنهم بتلك الصورة الوطنية المشرفة التي يعكسونها للعالم. وأشار سموه إلى أهمية مواصلة الاستثمار في الشباب وتمكينهم في مختلف المجالات وتعزيز فرص الشباب في التحصيل العلمي العالي الذي يأتي ضمن أهم الأولويات التي تسعى المملكة لمواصلة العمل عليها من خلال تعزيز السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى الاستثمار في التعليم والمعرفة باعتبارهما الركيزتان الأساسيتان في تقدم المجتمعات وتحضرها. جاء ذلك لدى حضور سموه حفظه الله حفل الاستقبال الذي أقامه سعادة الشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة سفير البحرين لدى الولايات المتحدة بمناسبة زيارة سموه الرسمية لواشنطن، حيث التقى سموه بعدد من طلبة البحرين الدارسين في الولايات المتحدة الأمريكية بحضور أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه وعدد من المدعوين، مؤكدا سموه على تعزيز العلاقات البحرينية الأمريكية، مشيرا في هذا الصدد إلى حجم التبادل الثقافي والتعاون بين البحرين والولايات المتحدة في القطاع التعليمي بمختلف مستوياته، موضحا سموه أن هذا الجانب يلقى الكثير من الاهتمام والدعم في سياق علاقات التعاون البحريني الأمريكي والعلاقات التاريخية الممتدة. هذا وتبادل سموه مع الطلبة الحديث عن سير تحصيلهم الأكاديمي خلال تواجدهم في الولايات المتحدة، حتى سموه إياهم على الجهد والاجتهاد في طلب العلم والمعرفة والاستفادة مما توفر هذا البلد الصديق من مؤسسات تعليمية عريقة وبما يسهم في تنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم التعليمية باعتبارها رواد المستقبل الذين يعول عليهم لبناء نهضة الوطن الحديث والإسهام في نمائه وازدهاره. من جانبهم أعرب الطلبة عن تشرفهم بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وكلماته المشجعة والمحفزة لهم لمواصلة مسيرتهم التعليمية بجد واجتهاد وعزيمة نحو النجاح والتميز الذي يرفع اسم البحرين عاليا ويرسم المستقبل الواعد لها. على هامش الزيارة التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، التقى بمجموعة من الطلاب الدارسين في الجامعات الأمريكية بمقر سفارة مملكة البحرين بواشنطن، وذلك بحضور معالي سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية معالي الشيخ عبد الله بن راشد بن عبد الله آل خليفة. أكيد زيارة صاحب السمو شيء نعتز فيه ونفتخر فيه، يعني من الواحد يسعد انه يشوف الكراون برنس والولي العهد يعني في مملكتنا الغاليه انه مهتم في التعليم ومهتم انه يشوف الطلبه حتى لو كانت زيارته قصيره وهي بس على مده يومين، بس بعد حرص على انه يقابلنا واحنا يعني الطلبه جايين من اكثر من ولايه عشان بس يعني يسمعون كلماته ويسمعون نصائحه. صاحب السمو دائما حسيته انه هو يبي يتعرف علينا، يتذكر أسامينا ويتذكر شنو درسنا وين راح ندرس، فدائما كل ما نتعرف عليه وكان دائما لما نشوفه مره ثانيه دائما يتذكر، فحسيت شيء هاي شيء وايد يطمن، وخاصه يعني مو بس يذكرني انا، يذكر كل الطلبه، هاي شيء حسيته انه اتس بيرسونال تو هيم، انه هو هذه يحس يعني احس انه هو واثق منه ان احنا بمستقبل البحرين. وابدى صاحب السمو الملكي سروره بلقاء نماذج مشرفه من الطلاب البحرينيين متطلعا أن يعود للوطن بحصيلة علمية كافية لخدمة الوطن، مؤكدا أنه يتعين على الجميع أن يكونوا واجهة مشرفة للوطن. وأشار معالي الشيخ عبد الله بن راشد بن عبد الله آل خليفة سفير مملكة البحرين إلى أن السفارة تعمل كل ما في وسعها من أجل مواكبة احتياجات الطلاب والتواصل معهم بشكل مستمر. نشكر هذه اللفتة الكريمة من سمو ولي العهد على استقباله للطلبة البحرينيين المتواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ومثل ما لاحظنا اليوم تواجد عدد كبير من الطلبة البحرينيين، فكانت لفتة جدا كريمة ورائعة من سمو ولي العهد، كانت في جو عائلي مع كلمة تشجيعية للطلبة حثتهم على المثابرة والاجتهاد
وتمثيل مملكة البحرين في كل المحافل وبالذات في الجامعات الأمريكية. أشكر السمو ولي العهد شيخ سلمان بن حمد الخليفة على زيارته هنا في واشنطن دي سي علشان يتلاقم مع الطلبة واللي عايشين بعد في واشنطن. فشعوري كنت وايد فرحانة أنه هو أخذ الوقت عشان يزورنا ويعطي النصائح الحلوة. يعني أنا بس كنت وايد فرحانة على زيارته. وأظهر هذا اللقاء الأهمية الكبرى التي توليها مملكة البحرين لمبتعثيها في الخارج وحرصها القوي على تعزيز التواصل بينها وبين أبناء الوطن. وأكد صاحب السمو الملكي على أن جميع البحرينيين هم سفراء للوطن وبأن المبتعثين أسهموا بصفة خاصة في تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة ويمثلون الوطن خير تمثيل. فيروز الكرواني، تلفزيون مملكة البحرين، واشنطن.